لو الحكاية فيها إن فيبو. حضرتك عرفني من نفسك؟ عرفني من نفسك. محمود خطاب. حضرتك بقالك قد ايه شغال في مجال تأجير السيارات؟ مجال من 96. 96. طب في عربيات معينة حضرتك شغال فيها ولا كل عربيات؟ لا كل عربيات. كل عربيات. طب في عربيات معينة مثلا الزبون بيفضل ان هو يجي يأجرها ولا؟ لا ما بيشترطش يعني. يعني مفيش عربيات معينة الزبون بي لا ممكن في الأفراح ما بيختار حاجة معينة. طب ايه اللي بيختاره في الأفراح؟ يعني مثلا الكيا عربية زبور كده يعني. طب ده لسبب معين؟ نعم؟ لسبب معين بيفضل ان هو بيطلب كده. طب انت حضرتك بما انك شغال في المجال بقالك فتره، ايه العربيه اللي بتفضلها؟ العربيه اللي بتفضلها بتفضلها في الايجار يعني؟ الالنترا. بسبب ايه؟ لا بس ايه السبب؟ مطلوبه يعني، في زمان كتير بتطلبها يعني. مريحه مثلا ولا الدبائق؟ مريحه. تمام. طب الاسعار تأجير السيارات بتختلف عن الافراح للايام العاديه ولا بتكون واحد؟ ايوه الفرح طبعا بيختلف، عشان الفرح بيبقى ابتداء من 5 ل 12 بالليل لوحده كده. التأجير بيبقى مدته قد ايه؟ تمام. التأجير مدته قد ايه؟ لا في بأجر اسبوع، في 10 ايام، في 15 شهر، في يومين كده يعني. طب الاسبوع بيكون تأجيره كام؟ على حسب نوع العربية. طب اليوم في التأجير بكام؟ اليوم؟ على حسب نوع العربية برضه. كل عربية لها سعر. مثلا الكيا تأجيرها كام في اليوم؟ الكيا تعمل 350. والمتسوبيشي؟ 200 جنيه. والهنداي؟ الهنداي في كذا حاجة، في كذا هنداي. في كذا نوع في الهنداي، مش نوع واحد، كل نوع له سعر. تمام. هو حضرتك بتفضل بتتطمن على العربيه اكتر مع البنات ولا مع الشباب؟ لا ما بتعاملش مع البنات خالص. ليه؟ ولا مع الشباب. ولا مع الشباب. ولا مع الشباب. طب ليه السبب ده؟ عشان شاب مش بيتحمل مسؤوليه. مع ان اكتر ناس بتأجر دلوقتي هم الشباب يعني، هم اكتر ناس بيأجر دلوقتي. لا انا ما بتعاملش مع الشباب خالص، لو هيدفع في اليوم 1000 جنيه في العربيه ولا شباب ولا بنات؟ ولا بنات. في قبل كده مشكله قابلتك من اي حد فيهم؟ عشان كده قررت القرار ده؟ لا من غير ما فيش مشاكل حصلت، بس ما بتعاملش مع الشباب اساسا. تمام.